ما معنى فخر؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نوضح ما معنى فخر. أود أن أشكركم شكرا كبيرا على تفاعلكم الكبير والمميز بالقناة، ونظرا لهذا الأمر أود أن أخبركم بأنني مستعد لأتلقي طلبات جديدة لأي مواضيع تريدون أن أتحدث عنها. أولا، من الممكن معنى فخر أن تعود إلى الابتسامة الساخرة أعزائي، وأيضا من الممكن أن يكون لها تفسيرا آخر إلى أنها هي عبارة عن مقدمة الأسنان من الأمام، وأيضا من الممكن أن يعود كلمة فخر إلى فخر الإسكندرية والذي يسمى بشاطئ البحر. وأتمنى بأنكم حصلتم على الاستفادة اللازمة.